ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت قلنا ان احنا هنخش في كونسبت جديد وهو الاجريجيشن. مفيش مشكلة. اول حاجة خلينا نكتب مونجو، تمام؟ بعد كده تمام خلينا نكبر الشاشة، تمام. هنعمل ايه؟ خلينا اول حاجه نعمل داتابيز ونحط فيها 5 دوكيومنت. فنقول له دي بي دوت وليكن، خلينا نكتب مثلا فيسبوك، تمام، دوت انسيرت. اول حاجه هعمل القوسين، اول حاجه هقول له النيم وليكن اسلام، تمام. وبعد كده هقول له عامل ايه؟ بوست التايتل بتاعه اسمه التايتل وليكن مثلا ايه؟ ديف 1. جميل. والدي اي سي سي، دي اي اس سي اللي هو ديسكريبشن، هقول له ايه؟ this is div 1. جميل. واحل له اللايكس على البوست ده وليكن ايكوال 50. قال لي انسيرت، هعمل كمان واحد، خلي ده 40، ده خليه div 2، تمام، وده برضو div 2، بغير بس في الداتا مش اكتر، هخلي ده مثلا احمد. هخش على بعديه، خلي دي 30 ودي ديف 3، تمام، ودي برضو ديف 3، برضو خلي اللي عامله احمد. اذا احمد مكري لغايه دلوقتي تو بوست، تمام، في الفيسبوك مكري تو بوست اللي هو ده، تمام، واللي هو ايه ده. جميل. بعد كده خلينا نعمل كمان واحد، هنقول مثلا 36 ديف 4 ديف 4، خلي النيم ايه؟ اسلام برضو. اذا اسلام برضو مكريت تو بوست. اخر واحد خلي 100 5، الفاليو هنا برضو خليها 5، وهخلي هنا ايه؟ خليه ياسر. سهله سهله. لو قلنا دي بي دوت فيسبوك، تمام، دوت فايند دوت بريتي، تمام، اهو انتر، تمام. في مشكله؟ الفايف دوكيومنت عنده اهو من غير اي ايه، من غير اي مشكله لغايه دلوقتي، تمام جدا. تعالوا بقى نشوف ازاي ممكن نطبق الاجريجيشن. انا عاوز اكزامبل بسيط، اللي هو الاكزامبل كل بساطه، الاكزامبل اللي انا عاوز اعمله، عاوز اشوف اسلام، تمام، عنده كام بوست. يعني يعرض لي هنا في الداتا، يعرض لي دوكيومنت فيه اسم اليوزر بتاعي كان ياسر او اسلام او احمد على حسب، واقول له ان الاسم ده كل اسم موجود هنا كريت كام بوست. المفروض اسلام ادي 1 2، اسلام كريت 2 بوست، واحمد برضو كريت 2 بوست، لكن ياسر كريت بوست واحد. اذا المفروض اعمل كوماند هنا اجريجيشن عشان يعرفني كل واحد هنا كريت كام بوست. اذا المفروض احنا كنا بنعمل فايند بيرجع لي الدوكيومنت، لا بقى انا هعمل اجريجيشن ارجع الداتا زي ما انا عاوز. عاوز ارجعها، ارجع الاسم وكم بوست اتكريت، يعني مثلا ايه نيم مثلا احمد، تمام، نم اوف بوست الرقم، تمام تمام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي الاجريجيشن موفر لنا حاجه زي ديت، تمام جدا. فعشان اعمل حاجه زي اللي انا قلتها ديت، ان انا اعرف كل واحد كاري كام بوست، بكل بساطه ركزوا معايا. اول حاجه هقول له دي بي دوت فيسبوك، دي الكوليكشن بتاعي، دوت عندي فانكشن اسمها ايه؟ اجريجيت، تمام، اي جي جي ار اي جي اي تي اي، ركز في السبيلنج، تمام تمام.
بعد كده هعمل كده تمام، جواها هحط حاجه اسمها جروب. جروب بيجيب لي الداتا اللي انا عاوزها ويخزنها في جروب عشان اعرض الداتا زي ما انا عاوز. تمام، هعمل جروب اهو. خلينا الاول نفتح array لان جروب تمام، وافتح القسم بتوعي هقول له دولار ساين جروب. تمام مفيش مشكله مفيش ايه، نضيف فوق بعض. ركز معايا، هفتح القوسين، القوسين دول هعمل فيهم ايه؟ هقول له اندرسكور اي دي تمام، خزن لي فيها ايه؟ خزن لي فيها دولار ساين الاسم، الاسم اللي هو ايه؟ اللي هو نيم. جميل، خلصت؟ اه خلصت ديت. هعمل كوما، عاوز ايه تاني؟ هقول له مثلا نمز بوست او بوست اندرسكور نمز، عدد البوستات مثلا نكتبهم فوق بعض. هقول له ايه؟ هقول له كوسين، هقول له سم تمام، في دولار ساين قبل سم، نكتبهم فوق بعض 1. تمام، تيجي نجرب الاول وبعدين نشرح اهو. ركز معايا، جربت، قال لي ايه؟ الاي دي اسلام، الاي دي احمد، الاي دي ياسر. اسلام كاريت 2، احمد كاريت برضو 2، طب ياسر كاريت 1. اذا الريزلت فعلا طلعت لي بالشكل اللي انا عاوزه، صح ولا غلط؟ صح. تعالوا نشرح اللي احنا عملناه. هنا عملنا اجريجيت دي بي دوت فيسبوك اللي هي الكوليكشن بتاعنا دوت اجريجيت، دي فانكشن موجوده فين؟ في المونجو. عملت جروب عشان الجروب ده هو اللي بيطلع لي الايه؟ الداتا بالشكل اللي انا عاوزه. تمام، الاي دي، هل الاي دي بيتكرر؟ لا طبعا الاي دي مش بيتكرر. حلو، اذا الاي دي ما بيتكررش، خزنت فيه ايه؟ انا عاوز اخزن فيه النيم. تمام، اذا النيم اهو هيجي هنا يلاقي نيم اسلام. تمام، هيحطه. تمام، بوست نم ده مجرد اسم اتريبيوت، قلت له ايه؟ الصم، اجمعهم لي. اذا لو لقى اكتر من نيم ليهم نفس الاسم هيجمعهم لي. راح هنا لا اسلام، ادي واحد دي اسلام، لا راح هنا برضه لا، راح هنا اه ده اسلام، اذا بقوا اثنين. اذا خلى الاي دي ايكوال اسلام، وعدى في كم اسم اسمهم اسلام، عدهم وحطهم في الاتريبيوت اللي انا محدد له اسمه اللي هو بوست نمز وعرضهم لي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ جميل جدا، الموضوع بسيط وسهل. خد بالك من السنتاكس بتاعك وشوف الدنيا ماشيه ازاي. فدي اول حاجه في الاجريجيشن احنا ممكن نكون عملناها. الموضوع بسيط وسهل يا جماعه. تاني، انا عندي مجموعه من اليوزر، كل يوزر مكريت بوست، كل بوست في نيم اللي هو اسم اللي مكريته، اسم اليوزر والتايتل والديسكريبشن واللايكس. انا عاوز اشوف كل يوزر كريت كام بوست، فانا عملت اجريجيت، عملت جروب جواها، جوه الجروب قلت له الاي دي ايكوال النيم، اذا الاي دي مش بيتكرر صح ولا غلط؟ زي ما اتفقنا. تمام، ايكوال النيم، وقلت له ده اتريبيوت بتاعي، قلت له ايه؟ اجمع لي، اجمع لي ايه؟ لو النيم هنا اتكرر اجمعهم لي. يعني النيم هنا اسلام اهو، ادي واحد اسلام، ادي اثنين، اذا جمعهم لي وحطهم فين؟ حطهم هنا في الاتريبيوت اللي انا محددها له اللي هم ايه؟ البوست نمز. لو انت غيرت ده خليته اي اسم هيتصرف هنا الاسم اللي انت ايه؟ عاوزه. اذا كده انا عملت البروسيسنج اللي انا عاوزها، وكمان طلعتها بالشكل اللي انا عاوزه. تمام جدا، اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.